أهلا بيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات استراحة وصباح الخير عليكم. 1919 23 يوليو 25 يناير 30 يونيو، كل دي تواريخ لأحداث مهمة حصلت في تاريخ مصر. العامل المشترك ما بين التواريخ دي إن هي كانت تواريخ لثورات، لكن إحنا النهاردة مش هنتكلم عن مفهوم الثورة اللي إحنا متعودين عليه أو شفناه بقالنا سنين طويلة، خصوصا في مصر اللي مرت بثورات كتير، لأنه بمنتهى البساطة في برامج تانية ممكن تتكلم عن بعد 8 سنين من الثورة إيه اللي حصل، ممكن برامج تانية تتكلم عن السلبيات والإيجابيات. إنما إحنا النهاردة هنطرح سؤال مهم جدا بيقول إحنا محتاجين نصور على إيه في حياتنا تاني، أو محتاجين نغير إيه في مجتمعنا. طبعا السؤال ده هنستنى فيه رأي حضراتكم، ومش هيكون أنا لوحدي في الموضوع ده، هيكون معايا كمان زمايلي عمر خالد وياسمين علاء. صباح الفل عليكم. صباح النور. إيه الأخبار يا ياسمين؟ احنا لو هنتكلم بقى ان احنا عايزين نصور، يعني هنصور على حاجات كتير قوي يعني. اولا هتصوري عليا طبعا. لا لا خالص والله. بس في حاجات كتير محتاجين ان احنا نغيرها في مجتمعنا، وخاصة الفترة اللي فاتت انا شايفة قلة الوعي الديني اللي محتاجة ان احنا نشتغل عليها بصراحة. يعني محتاجين برامج كتير توعي الناس، لانهم داخلين بقى في ناس كتير عاملة صفح الشعوذة والسحر وقلب الحبيب وحاجات تحكينا على عقول الناس بطريقة مش طبيعية. تلاقي انت عايز بنتي اتاخرت تبقى مسحور لها روحي هتتخطب، ابني ساب شغله روحي للشيك مش عارفه مين هيشغله لك. لا بمناسبه الموضوع ده يا ياسمين، انا فعلا وانا بقلب على الفيسبوك امبارح او من قريب من يومين ثلاثه، لقيت فعلا اعلان ممول عن صفحه تجلب الحبيب. واخد سكرين شوت على موبايلي. اعلان ممول بجد. انا بصيت كده، انتوا بتقولوا ايه يا جدعان؟ احنا وصلنا للمرحله دي فعلا؟ يعني احنا خلاص بقت الحاجات دي عادي، هي السائده في مجتمعنا، بقت زيها زي اي اعلان شغل. صحيح. او فانا صحيح. فعلا استغربت من الموضوع ده جدا، وخصوصا بقى يعني بعيدا عنه الكومنتات اللي عليه، الكومنتات اللي على الاعلان او الناس اللي بتسال تجري عليه. كتير. وقال هو شويه شير الموضوع، هم ضحكوا عليهم تقريبا ونزلوا صور من فتره بقى، يعني ممكن يكون ده والله يعني متفقين عليه، تلاقي صور نازله ده لقينا صور معمول لهم اعمال ومسحور لهم. فالناس بقى ابتدت تخاف بقى، ده الموضوع بقى كبير وبجد. هي طبعا يعني دي نقطه مهمه جدا، وفعلا احنا محتاجين نعمل ثوره في مجتمعنا على فكره العادات والتقاليد الخطا اللي من ضمنها الدجل والشعوذه. ويمكن انا عايز اقول نقطه كمان في الموضوع ده في عجاله سريعه، من اكتر الحاجات اللي استغربت لها ان انا الاقي حد عامل عمل لكلب. حياه ربنا. عامل للكلب بتاع صاحبه، يا رب يمرض، يا رب الكلب يموت، يا رب ما يخلفش. للدرجه دي احنا يعني؟ طبعا الكلام ده مش كل الناس بتعمله، انما للاسف منتشر بشكل كبير في بعض الاماكن في مصر. احنا محتاجين نغير ايه تاني في مجتمعنا؟ انتوا شايفين ايه؟ بص يعني الاول انا شايف ان موضوع الدجل والشعوذه ده حقيقي. مثلا زي الخاله نوسه احنا شفناها، وشفنا ازاي هي كانت بتوصل مفهوم اللي هو فهمه على قده، او اللي هو بيروح مجرد ورا الاسم، او دي سرها باتع او وما كانتش هي بتعمل حاجه خالص، وهو كان بيقتنع ان هو خف وهو تمام وهو 100 فل و10. زي فيلم برضو البيضه والحجر، ما كان بيضحك عليهم وديهم اساليب ان هم يخفوا بيه. بالظبط، لان الموضوع هوس الناس فعلا. بالظبط، ومن العادات والتقاليد فعلا اللي احنا محتاجين نغيرها بجد، لانها هتفرق معانا جدا. موضوع النظام، احنا محتاجين ننظم نفسنا، مش المجتمع، احنا كاشخاص او كمجتمع. صحيح. سوي محتاجين ننظم نفسنا. نبدأ بنفسنا يعني يا عمر؟ اكيد طبعا. الواحد لازم يبدا بنفسه، بس مش بنفسه بس كفايه. يعني انا لو نفسي بقيت منظم، بقيت الناس مش منظمين، فاكيد مش كفايه ان انا اكون لوحدي انا اللي منظم. بس العادات والتقاليد برضو ممكن لو رجعنا للسحر والشعوذه والحاجات دي، من ضمن اللي احنا لقينا عليها اجدادنا وابائنا وطالعين، ان احنا خلاص حتى بيبقوا قريبين. انت كنت بتقول لي بره برضو قبل ما ندخل، بيصلوا متدينين بس ماشيين في الطريق ده، بيحسبوا ان هو اتربوا على كده. هذا ما وجبنا عليه اباؤنا. في ناس واخدين حاجات كتير من ضمنها طبعا الدجل والشعوذه وكل حاجه، من ضمنها حتى اللي قاله عمر دلوقتي، هي فكره النظام. هو يا عم انا لو هو انا يعني لو بقيت منظم او وقفت في طابور او الدنيا هتتصلح. هي الفكره بقى انه كل الناس بتقول كده، ففي الاخر طبيعي عمرها ما تتصلح وعمرها ما تتعمل. واحنا طبعا النهارده مش طالعين ولا ننظر ولا نوجه ولا نلوم على حد، لكن احنا محتاجين نوجه الكلام ده لينا قبل ما يكون للمشاهدين، محتاجينه لكل الناس، لانه هو فعلا يعني بمنتهى البساطه 1+1 بيساوي 2.
لو انت عملت لوحدك وياسمين عملت لوحدها وانا عملت لوحدي، في الاخر هنلاقي نفسنا الملايين كلهم عملوا حقيقي. لو كل واحد، انا بفرح قوي بمناسبه النظام، بفرح قوي لما يكون في موقف عربيات والاقي ناس واقفه طوابير مستنيين العربيه تكمل حقيقي. او تحمل يعني زي ما بيقولوا، العربيه تكمل 14 راكب ركبوا وخلاص يا جماعه استنوا العربيه الثانيه، يفضلوا واقفين كده. بقول يا سلام، لا ده هو ده مش نظام في كل مكان، ده شغل. يعني في ناس زي ما يكون رئيس ماسك الموضوع بالزبط. ده مش هيعرفوا لو كده هنمشي نظام. واحنا في الاول، لا هو مش نظام في والله. الاول احيانا بناخد الحاجه بالمعلقه، عايز اقول لك بعد كده نتعود عليها. جربت اعملها، جربت كنت في موقف زحمه جدا، فجربت اقول لهم ايه تعالوا نقف طابور او نقف صف وكده، هم وقفوا وسمعوا الكلام وكل حاجه. اول ما العربيه جت كله جاب وكاني شيء لم يكن. صحيح. فالموضوع ممكن زي ما ياسمين قالت، هو ما هو لو في حد ماسك الموضوع تلاقي النظام ماشي، لكن يعني حتى بتاع المرور لو واقف تلاقي كل محترم الاشاره، خليه مش واقف تلاقي كله بيجري خلاص. صحيح. بس هو فعلا هو احنا من زمان كده يعني، احنا كشعب لازم ناخد زي ما بيقولوا ناخد على راسنا علشان يعني نبقى منظمين يعني. او لازم حد يوجهنا علشان نبقى منظمين. بص هي دي طبيعه البشر عموما، ملهاش علاقه بشعب بعينه أكيد او أكيد. بناس معينه، هي دي طبيعه البشر. ناس كتير ما بتعرفش تعمل الا لو حد قال له اعمل بالزبط. الا لو حد وجهه انه يعمل. بس في طبعا الدول الاوروبيه عندهم نظام من غير ما حد يقودهم لده. صحيح. بس يعني دي برضو ليها توابع كتير وليها تفاصيل كتير. بس خلينا نقول برضو في نفس فكرة الموضوع ده، النظافة بقى يا جماعة، وإحنا دخلنا على صيف ومن أكتر الحاجات بأمانة بجد بمنتهى الصراحة اللي في الدنيا، من أكتر الحاجات اللي محتاجين إن إحنا نغيرها في مجتمعنا وناخد بالنا منها، سواء صيف أو شتاء، وبالتحديد في الصيف إن إحنا لازم نهتم بنظافتنا الشخصيه، ولازم نهتم بشكلنا، ولازم نهتم بريحتنا، ولازم نهتم بحاجات كتير. لانه في ناس للاسف بسمعها بتقول انه اصلا انا مش معايا، ما انت اكيد مش معقول مش معاك تجيب صابونه بخمسة جنيه تاخد شاور قبل ما تنزل الصبح مثلا، مش مكلف خالص. اللي بيقول ان النظافه ليها علاقه بالفقر او بالغنى، دي حاجه مش حقيقيه. لا هو بيعلق الشماعه بالظبط، شماعه يعني اخطاء ان هو مش نظيف على ايوه على بالزبط. الغنى والفقر بالزبط. لكن الشاور مش هيكلفه حاجه يعني، هو الشاور ممكن يكلفه بس علبة السجاير مثلا ما تكلفوش. بالظبط. ايوه صح فعلا بالظبط. طيب بمناسبة الحاجات الإيجابية اللي حصلت الفترة الأخيرة، ودي طبعا من ضمن الحاجات اللي إن شاء الله يعني ما نشوفهاش في مجتمعنا الفترة اللي جاية، هي فكرة بقى التحرش بكل أنواعه. اكيد. يعني في حاجه ليها علاقه طبعا بالتحرش حصلت الايام الاخيره حقيقي. قرار فعلا الواحد مبسوط ان هو اللي هو سمعه اللي هو تحويل التحرش من جرحه لجنايه، فدي حاجه فعلا اعتقد يعني ان هي هتقلل كتير من التحرش اللي ظهر عموما الفتره اللي فاتت. صحيح. بس السؤال يعني هو اصلا التحرش ليه ظهر الفتره اللي فاتت بالتحديد، اللي هي فتره كورونا او الفتره اللي احنا كنا قاعدين فيها في البيت كتير؟ يعني انا حاولت هشوف الاسباب، ما فيش غير يعني لما سمعت التعليقات عجبني جدا تعليق واحد قال ايه، هو موجود من زمان بس السوشيال ميديا او ما كانش في حد عنده الجرأة ان هو يظهره، فلما ظهر احنا لقيناه ان هو موجود في مجتمعنا عادي جدا وهو كتير، بس محدش كان حاطط الضوء عليه مش اكتر. هي الفكره ان الموضوع اي موضوع في الدنيا بيحصل بتدرج. اكيد بيحصل في تدرج. يعني زمان كنا بنسمع ان التحرش ده لو حد واقف عند محطه اتوبيس وقال لبنوته واقفه قال لها بونسوار يا هانم، فكان في حد كاتب في جورنال مش متذكر بس اسم الصحفي او الكاتب، فبيقول يعني ده شخص صفيق جدا. دي قمه الصفاقه، ازاي يعمل كده؟ لو جه عندنا دلوقتي هيقول على مجتمعنا ايه بقى؟ ده في تحرش بقى كل حاجه، لفظي وكل حاجه يعني، في كتير منه. فدلوقتي بقى اصلا كمان مستخبين ورا موبايلاتهم ويقعدوا بقى يقولوا كلام بيجرح وبيتعب، فانا فرحانه ان هم وصلوا يعني لقانون يخوف شويه، لان زي ما احنا رجعنا برضو ان لو ممسوكين بالظبط بنمشي تمام. زي ما قلنا دي طبيعه النفس البشريه يعني. أيوة. انت النهارده علشان حتى تعمل دايت لازم يبقى في حد جنبك كده بيمنع عنك الاكل. اكيد. واخد بالك؟ صحيح. بيمنع عنك. لازم يبقى في حد جنبك بيمنع عنك الاكل علشان تعرف تعمل دايت، انما انت لوحدك ممكن تضعف قدام حته فرخه كده مشويه. بلاش نتكلم في الموضوع ده كتير علشان عارف ان في ناس بلاش نتكلم في ممكن تضعف. يعني خلينا نركز في الحلقه احسن. هو ده عموما يخلينا سواء بقى التحرش او غيره، ده يخلينا نرجع لنفس الجمله اللي كتير بنقولها ان احنا كل ما نرجع لورا كل ما بنتقدم. صح.
كل ما نرجع لورا بنتقدم. ده حقيقي فعلا. انا عايز اقول لك يعني هي المقوله دي بامانه من ساعه ما اتقالت لحد دلوقتي وانا شايفها كل يوم ما بنتقدم اكتر كل ما المقوله دي بتثبت في مخي وفي عقلي اكتر، ان احنا فعلا يعني لو هنبص على السنين زي ما انت قلت مثلا الصحفي اللي قال بونسوار يا نسا، طب ايه طب ما احنا نرجع لورا ويقول لي بونسوار يا نسا والدنيا هتبقى شيك. انا اللي بيخلينا سوري يعني مقاطعتك، اللي بيخلينا ان احنا نرجع لورا نلاقينا متقدمين، لان كان في زمان قراءه وفي كانوا بيضيعوا مش زينا احنا بنضيع دلوقتي وقتنا في حاجات ما بتفيدناش، لكن كان زمان بيضيعوا وقتهم في القراءه وكان في تربيه واسس كده احنا مش لاقينا دلوقتي، لان الامهات دلوقتي مش عارفه تربي اصلا. يعني كلهم بيبقوا عيال صغيره وبتابع السوشيال ميديا والحاجات دي، مش فاضيين يربوا عيالهم، وكمان وسائل التواصل الاجتماعي مبوظه الافكار والاطفال، فيمكن ده اللي مخلينا احنا بنتراجع ما بنتقدمش. او احنا بطبيعتنا شعب بيحب الافوره، يعني بص في كل حاجه الحلو بنأفور فيه والوحش بنأفور فيه، عاملين المفروض امه وسط يعني. ولا انت رايك صحيح. يعني صحيح احنا فعلا محتاجين ان احنا ناخد بالنا من كذا نقطه، خصوصا موضوع الافوار ده كان نفسي اتكلم فيه كتير، وكان نفسي كمان اخد تعليقات من المتابعين اللي بعتوا لنا امبارح لما سالنا السؤال، انما طبعا علشان وقتنا، انما لكن موضوع طبعا الافوره ده من الحاجات المهمه، وانا هذكر مثال فيه لو تفتكروا لما دخلنا على كاس العالم كان كل القنوات وكل الناس اللي بتتكلم في الشارع حتى يقول لك محمد صلاح محمد صلاح حقيقي. فمن كتر ما كان الكلام عن محمد صلاح خلينا الراجل يحس بمسؤوليه كبيره وكانه هو اللي بيلعب لوحده، وفي نفس الوقت بسبب الافوره دي خلينا نفسيه اللعيبه تبقى في الارض، لانه اللعيبه حست انه يا جماعه هو انتم شايفين في المنتخب كله أيوه. غير محمد صلاح حقيقي. فاحنا محتاجين ان احنا فعلا ناخد بالنا برضو من الافوره. طيب قبل ما نختم بقى يعني اخد كلمه كده من كل حد فيكم بشكل شخصي بقى، نفسك ايه اكتر حاجه نغيرها في مجتمعنا يا عمر؟ انا نفسي ان احنا الاعلام بتاعنا يوجه الضوء على الحاجات الايجابيه او الحاجات اللي ينفع المجتمعات التانيه تشوفها، يعني زي مثلا الهند او امريكا او تركيا. كم واحد مننا اتمنى ان هو يروح تركيا او الهند بسبب الافلام والمسلسلات بتاعتها. انا الصوره اللي بتتنقل لك بالظبط الصوره اللي بتتنقل عاملني الهند مثلا فيها اكبر نسبه فقر في العالم وفيها ناس مش لاقيه تاكل حرفيا واماكن عشوائيه كتير، بس هم ما بيسلطوش الضوء غير على الحاجات الحلوه اللي في المجتمع ده بس. فانا اتمنى ان المجتمع المصري يسلط الضوء على الحاجات الحلوه اللي فيه اكتر. وانا بضم صوتي لصوتك طبعا قبل ما نروح لياسمين بقى ونختم معاها، اوكي بضم صوتي لصوتك، لانه برضو الفن والإعلام هما يعني سلاحين مهمين جدا في تقدم أي أمة في الدنيا، مش بس في مصر، تقدم أي أمة في الدنيا بيقوم بالقوة الناعمة اللي هي الفن، سواء بقى كانت سينما أو دراما أو أو أو، والإعلام كمان. وأنا عايز أقول في النقطة دي حاجة صغيرة جدا وبعدين نروح لياسمين، إنه زي ما احنا تعلمنا وزي ما بندرس وزي ما بنتعلم إنه الإعلام دوره إنه هو يعني ينقلك الصورة الصح، أو بمنتهى البساطة يعني يحاول يعمل حاجة تساعدك في التقدم للأمام. إنما مفيش حاجة اسمها خالص يا جماعة إن إحنا مثلا نستضيف اتنين هم كل شهرتهم إن هم بيتطلقوا وبيتجوزوا وبيخلفوا وبيعملوا، وفلان خنت مراتك كم مرة، وإنتي مش عارف عملتي اتجوزتي كم مرة، يعني على حد علمي مش ده الإعلام اللي إحنا اتعلمناه خالص. فأنا بوجه رسالة لكل الناس اللي بتطلع على شاشة سواء سينما أو تلفزيون إن إحنا ناخد بالنا قوي من النقطة دي، وما نبقاش يعني مركزين قوي بين قوسين كده في الفضايح وبس. ياسمين كنت سعيده معاكم في الفقره، وفي نهايه فقرتنا احنا حبينا نعمل ثوره على حاجات كتير قوي، فيا ريت انتوا كمان برضو اعملوا ثوره وابداوا بنفسكم، ما تقولوش لازم دوت ولازم ده، ابدا بنفسك وان شاء الله المجتمع هيتغير، وعشان احنا محتاجين نعمل ثوره كبيره. لسه فقرتنا مكمله معاكم في فقره جديده هتتكلم برضو عن الثوره وعن الحاجات اللي محتاجين ان هم يغيروها. انتظرونا بعد الفاصل، محتاجين نغير. انتظرونا بعد الفاصل فقرة جديدة. الثورة مش حدث بيحصل فجأة وبينتهي، ومش مجرد خروج في الشوارع والميادين، ومش لازم تكون بتغير في نظام الحكم، لكن ممكن تكون بتغير في نظام المجتمع. وعلشان ده يحصل لازم نبدأ بنفسنا، لكل واحد بدأ يغير من نفسه هنلاحظ التغيير ده على المجتمع كله. صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين. قبل ما نبدأ نكمل في موضوع حلقتنا النهاردة أحب أرحب بزميلي الموجودين معايا. ازيك يا هاجر؟ ازيك يا سماح؟ صباح الخير. ومن ضمن الأفكار اللي عايزين نعمل عليها ثورة هي تفاهة السوشيال ميديا،
ومنها التيك توك، ولا انت ايه رايك يا هاجر؟ والله يا سماح، هو تيك توك يعني هو خد شعبيه هايله كبيره قوي في فتره صغيره جدا، وكمان بيستهدف فئه الشباب. هو ليه ايجابيات وضحك وكوميديا وحاجات، بس برضه ليه سلبيات اكتر. يعني مثلا في قصه حنين وموده كانت نهايتهم ايه؟ كانت نهايه ماساويه، اللي هي السجن والحبس في اللي بنات في السن ده، ولا ايه يا احمد؟ تمام. انا يعني وجهه نظري بالنسبه للتيك توك، هو حب الشهره وحب ان هم عايزين يبقوا مشهورين، تمام، بس هما بيلبسوا ضيق، البنات بتلبس ضيق، ويعني يكاد يكونوا عريانين. ده بتعود سوء تربيه من اولياء الامور بالنسبه للاب والام. مش انا عشان خاطر ابقى مشهوره لازم البس ضيق، لازم اقول الفاظ مش مناسبه، لازم. طب ممكن يعني اقدم في التيك توك زي اليوتيوب محتوى هادف، محتوى يكون قيم، يعني ذو قيم ومبادئ، يفيد الشباب ويفيد الامه البشريه عامه. بس برضو يا احمد احنا اللي بنشهرهم، يعني احنا نرجع ونقول ازاي الامثله دي ان هي تتشهر وتطلع، احنا اللي بنعمل كده. يعني احنا اللي بنديهم فرصه ان هم يتشهروا ويبقوا ترند، مش اي حد يصور فيديو او يقول كلمتين يعمل ترند او يعمل نسبه مشاهده عاليه. دي حقيقه يا هاجر، بالذات ان ظهر كتير قوي على التيك توك الفتره اللي فاتت، اللي بيطبخ جوه اوضه النوم، واللي ممكن تنزل تصور. بس برضو عايز اقول حاجه، ده مش على كل البنات برضو، يعني في بنات برضو محترمه جدا، يعني في بنات برضو انا بشوفها على التيك توك بتقدم محتوى هادف جدا وقيم جدا. ده احنا عايزين نوعي الناس ان هم لا، يبقى كلهم هدف واحد، كلهم يقدموا محتوى هادف. مش شرط ان هم لا عشان ابقى مشهوره مثلا ويبقى معايا ملايين على التيك توك ان انا ما البسش كويس والبس عريان، ولا انتوا رايكم ايه؟ وهو طبيعي كل حاجه ليها سلبيات وليها ايجابيات. ومن ضمن سلبيات الاستغلال، يعني هو بيئه كويسه قوي للاستغلال والتحرش والدعاره. فكمان هما بيستغلوا البنات اللي لسه صغيرين، هما مش مدركين خطوره الحاجات اللي هما بيعملوها. ودي حقيقه، يعني انا بشوف اطفال كتير قوي على التيك توك دلوقتي بيقولوا اغاني وبيقولوا كلام اكبر من سنهم، اكبر من مخهم بكتير، يعني بيتكلموا بطريقه مش حلوه خالص، وحشه جدا. فالتيك توك هو من ضمن الحاجه اللي احنا بصراحه عايزين نعمل عليها ثوره، هو واللي استغلاله بالذات دلوقتي كمان من ضمن الحاجات اللي هم بيستغلوا فيها عن طريق السوشيال ميديا من التيك توك. ان ممكن اي حد عايز يعمل ترند حلو تلاقيه بيستغل مثلا واحد قاعد في الشارع، اطفال الشوارع، بيستغلوا الحاجات الناس الضعيفه دي عشان يقدر يقول لك اصل فلان بينزل او طب نكمل كلامنا بيصور. بس معانا مداخله تليفونيه. الو. الو، السلام عليكم. مساء الخير وبركاته. اشرف باسم حضرتك. خير، ازي حضرتك؟ اشرف باسم حضرتك. تمام. ازيك يا استاذ احمد؟ اخبار حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام، ربنا يخليك. والله انا يعني معجب بفكره البرنامج بتاعكم، فقلنا نشارك معاكم على الهواء، لان فكره جميله جدا يعني، وحاجه كويسه في الموضوع اللي بتتكلموا فيه. طب رأي حضرتك بقى، طب اسالك سؤال يا استاذ احمد، رأي حضرتك ايه اللي المفروض نعمل عليه ثوره في مجتمعنا في الفتره الحاليه؟ والله لا بقى، الحاجات اللي هي مش كويسه اللي زي التيك توك، الحاجات المشينه اللي تجيبوها لنا ديت، زي اطفال الشوارع، الحاجات السيئه جدا اللي احنا بنشوفها في الشوارع. يعني فكره برنامجه كميله خالص عن الموضوع ده بصراحه. تمام يا استاذ احمد. هي خلي بالك برضه يا استاذ احمد، هي الثوره هنا، الثوره هنا معناها التغيير، ان احنا نتغير للاحسن، ان احنا بالتاكيد طبعا نتغير للاحسن. التيك توك دوت التيك توك ده هاجم بيوتنا الداخليه، يعني ادق اسرارنا، حاجات الواحد بيشوف حاجات مش كويسه خالص. يعني ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، وفكركم جميله وورائكم جميله، يا رب الناس تعمل بيها بس، وتاخدها كده محل ثقه يعني، ومحل ان الناس تتعامل مع بعضها كده بالمبادئ اللي انتم بتقولوها الجميله اللذيذه دي. تمام، شكرا جدا لسيادتك استاذ احمد، وعاوز اتصل ان شاء الله الحلقه الجايه. نكمل بقى كلامنا، كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول الاستغلال، وكمان يعني دي نقطه مهمه جدا عايزين نعمل عليها ثوره برضو، يعني الاتجار بالبشر. يعني هو مش انت ممكن تتاجري في بني ادم، في شخص، مش مجرد بس ان انت بتاخدي منه اعضائه او ان انت بتوديه مكان تاني عشان يشتغل، لا، انت ممكن بتتاجري فيه بالسوشيال ميديا، ان هو علشان توصل لليفل معين او عشان توصل لشهره وفلوس، لا، انت بيطلب منك حاجات بقى لازم ان انت تقدم يعني مقابل الحاجات اللي انت تاخدها. الاستهتار كمان، يعني طب عايزين يعني كمان نقول حاجه مهمه، الاستهتار باحلام الشباب دي من ضمن اكبر الاستغلال.
ان انا الشباب عندنا في فئه معينه ما عندهاش وعي كافي من الحياه عامه يعني الاجتماعيه عندنا، ففي ناس بتستهدف الشباب دي وبتخليهم وبتدمر احلامهم، بتقول لهم لا انت هتبقى في يوم من الايام مثلا نجم ممثل مشهور، فتعال انا اعمل لك كذا كذا كذا، اعمل كذا كذا، في يوم من الايام هتبقى دكتور كبير. فهنا بيستغلوا الناس باسلوب غير حضاري وغير قيم للاخلاق والمبادئ بتاعتنا بتاعت مجتمعنا المصري، فده غلط جدا. وانت رايك ايه يا سماحه في الموضوع ده؟ دي حقيقه، وبالذات اللي هم دلوقتي بيمسكوا الشباب من حته ان اي شاب دلوقتي عايز فلوس، فلوس بقى هتيجي ازاي وعن طريق ايه مش مهم. وغير كده ان هو بيقدم تنازلات، يعني انت في الاول كتير. البنت مثلا في الاول لا انت هتطلعي لايف او على الهواء هتقولي مثلا حاجه، بعد كده لا انت لازم تكوني لابسه لبس معين، لا انت المفروض بعد كده هتتكلمي في مواضيع معينه، فانت بتقدمي تنازلات مقابل الشهره، كل مره بتقدم تنازلات عن المره اللي قبليها مقابل الفلوس عشان توصل للشهره او توصل للمكانه اللي هي عايزاها. ودي حاجه احنا بنعاني منها جامد جدا، بالذات ان اكتريه الشباب والبنات دلوقتي بيقلدوا البلاد. احنا فعلا عايزين نحارب كل ده ونعمل ثوره على الكلام ده كله، عايزين نقاطع كل ده. طب اقول لكم على حاجه، معانا مداخله ثانيه الاستاذه دوابه من اسوان. دوابه من اسوان، ازي حضرتك يا استاذ دوابه؟ عامله ايه؟ ازي حضراتكم، انا بحبكم جدا على فكره. ربنا يخليكي، اهل اسوان اهل الكرم. والله وانتوا كمان يعني الحمد لله اللي بقالنا راي وبقالنا في عصر الرئيس السيسي وفي حريه الاعلام، ربنا يا رب يديم علينا النعمه ان شاء الله. ربنا يخليكي يا استاذ دوابه. اسال حضرتك، اولا انا بهنئ الشعب المصري العظيم بثوره 30 يونيو، وبهنئ السيد الرئيس البطل الشجاع اللي انقذ مصر من الجماعه الخونه اللي كانوا حيهدموا البلد وحيعيشوا الناس في قهر وحيعيشوا الناس في جهل وتخلف، لانهم للاسف هم غير فاهمين الدين، هم اكثر فهموا الدين غلط. بس حضرتك يا استاذ دوابه سؤال، يا استاذ دوابه معايا؟ راي حضرتك طبيعي اللي احنا محتاجين نغيره في مجتمعنا؟ لأطفالها عشان ما يبقوش أداة للإرهابيين، لأن الإرهابي بيحضر الطفل الصغير من هو صغير إزاي يكون إرهابي. تمام، ماشي يا دابا، شكرا ليك وعدد اتصالنا إن شاء الله الحلقة الجاية. كنا بنكمل كلامنا بقى في حتة مهمة جدا ما اتكلمناش فيها، هي التنمر. التنمر هنا في عندي طالبه اسمها حبيبه طارق، دي مسجد السوشيال ميديا في الايام اللي فاتت. حبيبه طارق، حبيبه طارق دي طالبه في كليه اداب في الفرقه الثانيه جامعه طنطا، كانت لابسه فستان عادي جدا في الامتحان، فالمراقبه الدكتوره بتاعتها قالت لها انت لابسه ازاي كده، هو انت مش مسلمه؟ فهنا طب انا عايز اقول حاجه، احنا ليه بنتدخل في حياه بعضنا وليه كل واحد بيحط مناخيره في حياه الشخص الثاني؟ ليه مثلا انا شايف ولد ماشي ده لابس شورت، ده شعره طويل، ده بيندغ لبانه، ومثلا البنت لابسه ليه عريان، البنت مش لابسه طرحه، يبقى البنت دي مش مسلمه. طب انا بدخل ليه نفسي في حياه كل واحد؟ انا مش لازم ان انا احكم على الشخص ده بالشكل ولا باللبس. احنا ضد العنصريه بكل انواعها وكل اشكالها وضد التطرف، طيب، وكل واحد حر، يعني انا حر وانا حره ما لم اضر، كل واحد حر ما لم يضر. بس في الاول وفي الاخر احنا في مجتمع شرقي، واحنا الجيل اللي طالع بيقلد بره، بيقلد بره. الشاب اللي بيطول شعره هو بيقلد الناس اللي بره. احنا خدنا البنت اللي بتلبس ضيق ولبس، هو مش قصدي اللي هو ضيق ضيق، يعني في لبس بيبقى اوفر جدا، انت بتقلدي بره، بتقلدي. احنا عمرنا ما كنا كده، وعمر ما كان شكل لبسنا بالطريقه دي ولا تقطيع بناطيلنا كده. بس في حاجه عايز اقول لك عليها يا استاذه سماح، ان الوطن للجميع والدين لله، صح كده؟ ولو كل واحد خلاه في البلد دي في حاله، البلد دي هتبقى في مكان احسن من كده، صح ولا لا؟ مش لازم اننا ايه، يعني انا بقبل الطرف الثاني من غير ما اتعال عليه ومن غير ما اتنمر عليه، يعني مش عشان انا مثلا محجبه ولا منتقبه لا، في اماكن ما ينفعش ان انا ادخلها. ليه؟ يعني المنتقبة اللي دخلت مطعم وعملوا مشكلة عشان هي منتقبة، طب ايه المشكلة؟ بس يعني المنقبة والله هاجر بيتكلموا عليها، اللبس ضيق بيتكلموا عليها، الشاب المحترم الكويس بيتكلموا عليها. غير كده الشواطئ بقى، يعني هي الشواطئ مش مثلا مش محتاجة ستايل معين، لا طب ما في حاجة تاني او زي شرعي ومقبول وشيك
وعادي ان انا ادخل بيه شاطئ عادي. لو لبست دريس هيقولوا لك انت لابسه دريس ازاي بقى؟ هو ده طبيعتي يا جماعه المجتمع. هو ايه النقطه الدريس ده بس معنى مداخله. استاذ عمر السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا استاذ عمر عامل ايه؟ الحمد لله يا رب تكون بخير. الحمد لله. راي حضرتك ايه في موضوع الحلقه النهارده وشايف ايه اللي احنا محتاجين نغيره في مجتمعنا المصري؟ والله انا يعني شايف ان موضوع التيك توك دوت موضوع غريب شويه. انا حاسس ان في اجماع النهارده على التيك توك على فكره، يعني كل مداخلات النهارده كلها تيك توك تيك توك. السوشيال ميديا عامه الصراحه، يعني انا مثلا بشوف البنات اللي عندها 7 سنين و10 سنين و15 سنه وبتحفظ القران توصل ان هي ممكن تختمه محدش بيشوفها، لكن لو بنت طلعت رقصت على اغنيه مهرجان او حاجه ممكن تعمل ترند وتخرب الدنيا. فانا شايف ان الموضوع صعب الصراحه. راي حضرتك برضو يا استاذ عمر ان احنا النت موجود معانا في حياتنا عامه، وفي مننا اللي بيعرف يستغله صح بطريقه سليمه صحيحه، وفي مننا اللي بيستغله غلط بطريقه خاطئه بسلبيات وايجابيات. لو جينا نقول هنقول سبب الثقافه، سبب الجهل. الثقافه الذنب الاول والاساسي في الموضوع هو الجهل، لان هو لو في ثقافه وفي درايه وتعليم ما كنتش هتلاقي المستوى وصل للانحدار اللي احنا فيه. لكن طبعا للاسف نحن نشجع الهرج والمرج. ماشي يا استاذ عمر، شكرا جدا ليك يا استاذ عمر. التيك توك مليان عهات كتير. طيب اتصلنا ان شاء الله في الحلقه الجايه باذن الله. مليان عهات، وانا مع الحمله اللي بتقول لك اقطعوا النت على فعلا على احنا شكلنا هنعمل ثوره على التيك توك. هي زي ما احنا سامعين كده دي حقيقه، يعني البنات دلوقتي والشباب والاطفال والناس الكبيره وبالذات حته ان تلاقي الراجل متجوز. طب احنا كده وصلنا لنهايه فقرتنا، عايزين نسمع بقى كلمه من كل واحده فيكم. ايه بقى رايك في الموضوع التغيير في المجتمع؟ والله هو كمان يعني في ثوره ثانيه عايزين نعملها على تكاليف الجواز، يعني الجواز دلوقتي بقى صعب جدا. في شروط كتيره قوي وبيغلوا بقى في المهور ويغلوا في الطلبات. طب وليه؟ هو انت بتضمن حق بنتك؟ بس ما تجيش برضو على الشباب، انت كده بتمنع او بتصعب الامور على الشباب. انت ايه رايك يا احمد بعد اذنك؟ انا والله رايي ان شايف شاب متخرج من كليه مخلص جيش عنده 23 سنه ازاي مثلا يطلب منه شبكه 100,000 جنيه؟ ازاي؟ وازاي شقه تمليك 500,000 جنيه؟ طب انا لسه متخرج هجيب الفلوس دي ازاي؟ حضرتك دلوقتي يا عمي مثلا وقتك انت لما جيت تتجوز ما كانش يعني زي وقت دلوقتي، في اختلاف في الاجيال. تضمن حقها. انت عايز تجيب الجيل بتاع باباك وبابايا لجيلكم؟ طب انا شايف ان انت عايز تضمني حقك. طب انا شايف انت عايز تضمني حقك. وانا برضو شايف ان ده حاجه يعني تقيل عليا. خارج ادارتك؟ ايوه يا جماعه. بس خلاص ما تتخانقوش، هو خير الامور الوسط. صح كده. خير الامور الوسط وبرضو بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، وما ننساش وصيه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. اقلهن مهرا اكثرهن بركه. ولا احمل الشباب فوق طاقتهم، ولا كمان الناحيه الثانيه البنات تحافظ على حقها وعلى مستقبلها. عشان كده من ضمن الحاجات اللي شغله بالنا طول الوقت القايمه والمنقولات، ومين المستفيد ومين الايه متضرر. ده اللي هنعرفه في فقرتنا الجايه من الناحيه القانونيه مع الاستاذ ايهاب ابراهيم المحامي في ضيافه ايمان ايمي وداليا. استنونا.